ففر هذا المنصر الإنجليزي ورفض نريد أن تهدأ الثورة رفض أن يقوم البحرية الأمريكية أنه كان لا يجد أحيانا قوت يومه هذا ضجة حدثني التاريخ فقال من منا في الأوساط العلمية لا يعرف الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو الذي ملأ ذكره الدنيا وشاع علمه في الآفاق، وشهد القاصي والداني بفضله وعلو مكانته. ورغبة منا في أن تكون سيرة هذا الشيخ الجليل وغيره من العلماء المخلصين الناصحين السائرين على نهج السلف رحمهم الله حافزا إيمانيا وفرصة عظيمة للاستفادة من دروسهم وعبرهم، وقفت هنا في حدثني التاريخ لأروي طرفا من حياة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. حضرت مرة في عنيزة في القصيم خطبة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فكانت خطبته تتميز بالفصاحة وسهولة الكلمات، فهي صالحة للعامة وللخاصة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. في هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على أن الأمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير فإنها ستتفرق. الشيخ الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ولد في ليلة 27 من رمضان في سنة 1347 من الهجرة، وبدأ طلبه للعلم لحفظه للقرآن على يد جده لأمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، لكن أستاذه ومعلمه هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، والذي درس عنده أكثر وقته في طلب العلم، وخلفه في جامعه الكبير جامع عنيزة. ثم حبب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله الهجرة في طلب العلم، فرحل من عنيزة موطنه إلى الرياض. في سنة 1376 من الهجرة توفي شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فتولى بعده إمامة المسجد بالجامع الكبير في عنيزة والخطابة فيه، كما درس بالمعهد العلمي في عنيزة، ودرس بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم، ودرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي. المسجل في حياة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا يصلح عنوان مقال. تعليق الآيات القرآنية في المجالس أمر مبتدع أحدثه الناس، ولم يكن ذلك معروفا في عهد السلف الصالح. من يقرأ في سيرة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجد أن أكثر من كان يصحبه في رحلاته العلمية والدعوية المسجل. ما قصة المسجل في حياة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ من أكثر العلماء الذين عنوا بتسجيل محاضراته هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولذلك اليوم نرى أن مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين الخيرية في عنيزة قامت بتفريغ الكثير من محاضرات الشيخ ودروسه العلمية لطلاب العلم، ونشرت عبر كتب في سائر العلوم. فرغت هذه الدروس العلمية من خلال هذه المسجلات. يقول عبد الرحمن العثيمين: الوالد قال لي هناك مسجل ظهر جديد أنا أحتاج في الدروس العلمية. يقول: لما دخلنا المحل كان الأخ السعودي رجل كبير في السن صاحب المحل جالس عند الباب وما انتبه للشيخ ابن عثيمين وهو داخل، لكن شاف رجل كبير في السن من غير بشت دخل مع ابنه، ورحنا للأخ الأسيوي اللي بيع، فقال له الشيخ ابن عثيمين: تعرف المسجل الفلاني بالشكل الفلاني ويطلع الصوت الفلاني؟ ما عرف الهندي. قال السعودي اللي جالس: يا الأخو، إن كان تسأل عن المسجل الفلاني ولا أظنه موجود في عنيزة، ما يجيب هالمسجلات إلا ابن عثيمين، والشيخ ابن عثيمين ما هو تاجر صوتيات ولا أجهزة كهربائية وإلكترونية. كان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على جانب عظيم من العلم بشريعة الله، وقد عمر حياته كلها في سبيل العلم وتحصيله. تعرفون أن الشيخ ابن عثيمين في آخر حياته تعب ودخل المستشفى في العناية المركزة من أثر مرض السرطان في الطائف، فالشيخ ابن عثيمين كان يغمى عليه، فإذا أفاق من غيبوبة كان يسأل: إحنا في أي ليلة من رمضان؟ في العشر الأواخر من رمضان. يقولوا له: يا شيخ إحنا في ليلة 21، في ليلة 23، 22. فقال: خذوني
أخشى أن هالليلة ليلة 29 هي آخر ليلة من رمضان، خذوني إلى المسجد الحرام. يا شيخ وين أخذك المسجد الحرام؟ قال خذوني، الناس ينتظرون، لا تحرمون الخير، أخشى أني أموت وأحرم من هذا الخير. رفض الأطباء ورفض المرافقون، وبإصرار الشيخ، والشيخ معروف بإصراره وعناده في الخير رحمه الله، نقل الشيخ بسيارة إسعاف، وطلبوا من إدارة شؤون الحرمين يفرغ غرفة خاصة للشيخ. حولت هذه الغرفة من كونها مكتبا إلى غرفة عناية مركزة مليئة بالأطباء والسرير الطبي والأجهزة الطبية والأطباء والممرضين، وليس فيها أحد غير الطاقم الطبي إلا الشيخ ابن عثيمين. الشيخ كان يجلس في كرسي في المسجد الحرام يدرس الطلاب، لكنه في هذه اللحظة يجلس على سريره الطبي ليدعو إلى الله. يقول الدكتور خالد المصلح، كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نائما على سريره، مستلقيا على السرير، والمسجل موجود على صدره الذي لازمه طول حياته، والميكروفون موجود على عند رقبته عند صدره رحمه الله، وهو يوعظ الناس ويرشدهم كما كان عليه طوال حياته رحمه الله. فكانت هذه اللحظات هي آخر اللحظات مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فيها ودع الناس، وفيها ودع الدروس العلمية، وفيها ودع المسجل، وفيها ودع الحياة، لأنه توفي رحمه الله بعد شهر رمضان مباشرة. أعلن فوز الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام في سنة 1414، وقد ذكرت لجنة الاختيار في حيثيات فوز الشيخ تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة، التي من أبرزها الورع ورحابة الصدر وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين، وانتفاع الكثيرين بعلمه تدريسا وإفتاء وتأليفا، واتباعه أسلوبا متميزا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتقديمه مثلا حيا لمنهج السلف فكرا وسلوكا. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى له طريقة معينة في تسمية أحفاده، فهو مثلا لا يرغب من أبنائه أن يسموا أبناءهم باسمه، ليس الأمر متعلقا بأمر شرعي فيقول محرم أو مكروه، لا، إنما هو أمر شخصي له رحمه الله تعالى. حاول أكثر ما واحد من أولاده أن يسموا أبنائهم باسمه فكان يرفض، يريدون أن يسموا محمد يرفض، يقول لي الأخ عبد الرحمن ابن الشيخ محمد العثيمين، وفي يوم من الأيام الأخ إبراهيم وهو أحد أبناء الشيخ دخل على الشيخ ابن عثيمين، يقول فحضن الوالد وقبل راسه وقال له أبشرك يبا جاني محمد. شاك محمد يعني علي؟ قال له ما تسمي علي. قال له لا يا يبا، مو عليك، على الشيخ محمد إبراهيم المفتي، يعني محمد إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية السابق. فقال الشيخ ابن عثيمين ما دام انه على المفتي ما في مشكلة، فصار يلقب بالمفتي. الأخ إبراهيم يشتغل ضابط في الرياض، فكان الشيخ ابن عثيمين يتصل على إبراهيم أو يتصل على زوجة إبراهيم، شلونكم؟ شلون العيال؟ وشلون المفتي؟ كله وشلون المفتي؟ المفتي الآن رضيع، كبر المفتي، كبر محمد إبراهيم ابن عثيمين، صار عمره سنة سنتين وثلاث، والشيخ يسأل شلون المفتي؟ شلون المفتي؟ فالتصق به هذا اللقب. كما كان حريصا أشد الحرص على التقيد بما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد، ولقد آتاه الله ملكة عظيمة لاستحضار الآيات والأحاديث لتعزيز الدليل واستنباط الأحكام، ثم تعليمه ونشره بين الناس يتمسك بصحة الدليل وصواب التعليل. العقيدة هي ما عقده القلب من الإيمان واليقين بما يجب اعتقاده، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهو في هذا المجال عالم لا يشق له غبار في غزارة علمه ودقة استنباطه رحمه الله. خرج شباب من الأردن من مكة بعد أداء مناسك العمرة متوجهين إلى بلادهم، وفي الطريق على مقربة من الحدود الأردنية اصطدموا بعمود إنارة،
فلما ذهبوا إلى الشرطة تبين لهم أن تكلفة تصليح عمود الإنارة 21,000 ريال. من أين يأتوا بهذا المبلغ؟ طبعا ضابط الشرطة أخذ جواز السائق وقال لا بد أن تدفعوا هذا المبلغ. قالوا له ما عندنا هذا المبلغ، دعنا نصل إلى بلادك. قال لا بد تدفعوا هذا المبلغ نقدا، إما أن يحجز السائق ولا أنتوا انتظروا معه. فكروا ماذا يصنعون ماذا يصنعون. خرج أحد هؤلاء الشباب وذهب إلى مكة، رجع إلى مكة والتقى بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأخبره الخبر، وهو يعلم أن الشيخ ليس من مهمته المساعدة وتدبير الأموال، هذا يندر أن يكون عند الشيخ إلا في حالات مخصوصة، والشيخ لا يعرف هؤلاء الطلبة. هم أخبروه أنهم من الأردن فقط. فقال لهم الشيخ يصير خير إن شاء الله، اتصل علي بكرة. الشاب استحي أن يتصل على الشيخ ورجع إلى الإخوة الذين معه وحاولوا بالضابط مرة أخرى، لكن الضابط أصر ورفض، حاولوا به لكنه رفض. في اليوم الثاني قال له الإخوة ليش ما تتصل على الشيخ ابن عثيمين؟ فاتصل على الشيخ ابن عثيمين وقال للشيخ، الشيخ يقول له وينك ليش ما اتصلت أنت وأنا قايل لك اتصل؟ قال يا شيخ استحيت منك. قال عيل ايش حق تكلمني من الأول أصلا. عموما المبلغ دبر لك في نفس الوقت الذي طلبتني منه، عطني والضابط أكلمه. كلم الشيخ الضابط، قال للشيخ العثيمين معاك محمد وصالح العثيمين، طلع الشباب والمبلغ موجود عندي، عطني رقم الحوالة أحولها لك. قال لا لا المبلغ لازم يسلم نقدا. قال له خلي الناس تروح ديرتهم وأنا أعطيك المبلغ. قال أبدا المبلغ يسلم نقدا. قال له في ضماني. قال له حتى وإن كان في ضمانك يا شيخ المبلغ لابد يدفع نقدا. الشيخ غضب، أغلق السماعة. يقول الأخ، وهذه القصة يرويها الشيخ إحسان العتيبي، بعد أقل من نصف ساعة وإذا بالمركز يرتج، في مشكلة صارت. إيش المشكلة؟ الشيخ ابن عثيمين اتصل على أمير المدينة الأمير عبد المجيد، والأمير عبد المجيد قال طلعوا لي الضابط هذا. كيف يرد الشيخ ابن عثيمين؟ وحاول يتستروا عليه، ما قدروا يتسترون عليه. فكلمه الضابط وأنبه الأمير وقال خلي الشباب يروحون، والعمود الإنارة سيتم تصليحه على حساب الدولة. أمضى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وقته في التعليم والتربية والإفتاء والبحث، وله اجتهادات واختيارات موفقة، لم يترك لنفسه وقتا للراحة، حتى إذا سار على قدميه من منزله إلى مسجده وعاد إلى منزله فإن الناس ينتظرونه ويسيرون معه يسألونه فيجيبهم ويسجلون إجاباته وفتاواه رحمه الله. من الجوانب المهمة في حياة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى دعمه لقضايا الجهاد في العالم الإسلامي، وحرصه على أن ينقي الجهاد من أي أعمال إفسادية تخريبية. فكان رحمه الله له دور في أيام الجهاد الأفغاني، يفتيهم ويوجههم ويرشدهم. ولما جاء الجهاد في الشيشان كان يحرص على أن يتابع أخبارهم، وكان كانوا يتصلون به فيجيبهم مباشرة، وكان قد خصص لهم أحيانا دروسا في المسجد الحرام يعرف الناس بقضاياهم، وكان يذكر أخبار الجهاد الشيشاني في مسجده في عنيزة. وفي أيام أحداث جهاد البوسنة كان يتابع أخبارهم وكان يفتيهم في كثير من القضايا. ولم يكن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا بعيدا عن قضايا المسلمين الأخرى، قضايا المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي أريتريا وفي الشام وفي غيرها من بلاد المسلمين، كان يتابعها أولا بأول، وكان ينفعهم برأيه وعلمه وعقله رحمه الله. رزئت الأمة الإسلامية جميعها في 15 من شهر شوال في سنة 1421 هجرية بإعلان وفاة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وأحس بوقع المصيبة المسلمون جميعا، فقد صار الناس يتبادلون التعازي في المساجد والأسواق والمجمعات، وكل فرد يحس وكأن المصيبة مصيبته. وقد صلي على الشيخ رحمه الله في المسجد الحرام بعد صلاة العصر من اليوم الذي يليه، قد حضرت الآلاف المؤلفة إلى المقبرة وشيعته في مشاهد عظيمة لا تكاد توصف. وقد صلي عليه بعد ذلك في صلاة الجمعة صلاة الغائب في جميع مدن المملكة وفي خارجها، ودفن بمكة المكرمة رحمه الله، وشكر صنيعه للأمة. Thank you.
التاريخ فقال ذاكرتي لم تنس رجالا. حدثني التاريخ فقال ذاكرتي لم تنس رجالا. ملأوا الدنيا ذكرا حسنا مروا وبقوا فيها مثالا. يا تلك الهمات سلاما وبقيتم أعلاما. صار التاريخ بكم يروى وبكم أيقظ فجرا ناما.